السلام عليكم. راح نبلش بشرح المومنت اريا ثيورم. راح المومنت اريا ثيورم طبعا الطريقه هاي يعني هي اللي بفهم غيرها بستغني عنها، بس مشان تكون السلسله كامله واحد يسال عن فيديوهات ستراكشر 1 يحكوا انه فيديوهات هاي وقائمه التشغيل هاي فيها فيديوهات الماده كامله، فيها طرق الديفليكشن الخمسه، فيها طرق المومنت ديجرام كامله وهكذا عشان الكماليه كمان لله. طبعا يعني المومنت اريا ثيورم قصير كثير. احنا سألتك انا شو المومنت اوف ذا فورس، مومنت اوف ذا فورس يعني شو المومنت اللي بتعمل القوة، وحكيت لك عندي انا هاي نقطة هاي فورس، لك المومنت اللي بيعمل الفورس حول هاي النقطة هو اف دي، اللي مومنت في دي عقارب الساعة بشكل تمام. يب كل مومنت اوف اريا، مومنت اوف اريا اسمها مومنت اريا ثيوري، يعني مومنت اوف اريا. شو مومنت اوف اريا؟ ببساطة عندي انا مثلا مساحة زي هيك، بقول لك مثلا احسب لي المومنت هون، احسب لي المومنت هون هاي المساحة. ببساطة بقول لك اعمل لي تركيز لهاي المساحة، هي تركيزها مسافة ثلث من على ثلاث، الفورس مثلا الفورس في هي قيمة المساحة، يعني قيمة المساحة ربها في هاي المسافة، كل مومنت حول النقطة. المومنت لمين؟ للاريا. أنا بطلع قيمة الاريا بركزها اضربها في المسافة اللي هي السنترويد بيطلع معي قيمة مومنت اوف اريا. فهذه الطريقة تقريبا زي هيك مومنت اريا ثيورمز. لاحظ ثيورمز يعني في عندي أكثر من نظرية، عندي نظريتين مشان استعمل هاي الطريقة، وهاي الطريقة بتجيب لي الجواب صافي زي الدبل انتجريشن وزي الفيرتشوال وورد وبشكل أسرع، ولكن نسبة الخربطة فيها كثيرة. قيل بكل بساطة لو كان عندي لود غير معروف شو هو، يعني مستطيل، كونستانت، مثلث، شبه منحرف، كيرف، زيرو، ما فيش لود، معنى هاي الإشارة اللي زي هيك. يعني لو كان عندي لود، لو كان عندي لود هذا الشكل، عندي النقطة A، عندي النقطة B، بس أنا جزء صغير DX، أشوف كيف المومنت ديجرام إله هذا البيم مثل المومنت ديجرام زي هيك. حكيت لك أنا مديت سلوب من النقطتين A، سلوب مش من A، إحنا بنعمل إلاستيك كافيلو، هذا إلاستيك كافيلو هيك تمام. مديت لك مماس من النقطة A ومماس من النقطة B، هاي الزاوية خارجة عنهم، الزاوية اسمها ثيتا بي بالنسبة لـ A، ثيتا بي بالنسبة لـ A، هاي موقعها هون تمام، وهذا المماس A، هاي إنه النقطة B، الزاوية B بالنسبة لـ A. المهم هاي الزاوية B بالنسبة لـ A تحكي لي إنها بتساوي مساحة المومنت ديجرام بين النقطة A وبين النقطة A، هي هاي المساحة، هاي المساحة. كأن يعني لو جبت قيمة هاي المساحة بجيب قيمة ثيتا بي بالنسبة لـ A. ومشان تعرف كمان ملاحظة، الزاوية خارج عن المثلث، الزاوية الخارجة عن المثلث بتساوي مجموع الزاويتين هذول، يعني ثيتا بي A بتساوي ثيتا A زائد ثيتا بي، ثيتا بي بالنسبة لـ A بتساوي ثيتا A زائد ثيتا بي. أول شغلة ثيتا بي اي ثيتا اي زائد ثيتا بي، ثيتا اي كيف بتجيبها وثيتا بي كيف بتجيبها؟ يلا خلال الحال بدنا نعرف. انتبه لشغلة، أنا حكيت لك إنه ثيتا بي على اي نفسها، بقول لك النظرية الأولى ثيورم هي ثيورمز، فهي ثيورم 1 بيقول لي
change in the slope between any two points on this elastic curve equal the area under the M على EI diagram between these two points. ركز إنه مش المومنت ديجرام العادي، لا M على EI. يعني M على EI؟ هسه ممكن يجيني بيم بهيك. منبرين يكون مثلا كولر مثلا كانتليفر، ايش قول لي هون مثلا EI، نقول لي مثلا 2 EI. مثلا لما بدي ارسم مومنت دياجرام، بدي ارسم مومنت دياجرام يكون هكذا مثلا، نفرض انه هيك. انا ما بحط مثلا هاي القيمة 10، هاي القيمة 20. ما باجي بحسب المساحة على هذا الاشي، لا، هذا الاشي بقسمه على EI. يعني هذا المومنت دياجرام بقسمه على EI، 10 على EI يعني 10. هاي لحد هون، بعدين 20 على 2 اي اي يعني 10 على اي اي، فهاي 10 على اي اي، هاي 10 على اي اي. هيك بصير عندي، هيك بصير عندي، هيك بصير عندي. هاي هي الفكرة، انه المومنت ديجرام ما بقسم على المومنت ديجرام، لا، بقسم على الام على اي اي. هذه اي اي ثابته، خلص بتضل زي نفس المومنت ديجرام. اذا كانت الاي اي مختلفه فبتختلف عندي. طبعا هذا الشيء انشرح بالكونجوجيت بيم، اللي ما حضر كونجوجيت بيم بده يركز هون. تمام، هي اول شغله. هون تشينج ان ذا سلوب من تو بوينت، يعني انا جيت مثلا لهذا السؤال، مثلا هذا الالاستيك كيرف له، فرضت اللود هيك، لو كان اللود هيك المومنت ديجرام ايش راح يكون هيك. المهم، فإنه لو كان إلاستيك كيرف عندي زي هيك، تمام. أنا لو جيت حكيت لك مثلا بدي أحسب هون عند سي، عند سي أحسب الثيتا والدلتا، مثلا تأخذ مماس من عندها، مماس هيك، أخذ مماس، أخذ مماس من نقطة A مثلا هيك، نكمله الشاشة، الشاشة ما راح تكمل. المهم، هاي نقطة التقاطع بين أي مماسين C و A، صح؟ ثيتا C بالنسبة ل A، تمام؟ تمام. فهاي المسافة كاملة هون الكملة هي بسموها T T بالنسبة ل A. المهم هذا الحكي، مش مهم هذا الحكي، المهم إنه بالنسبة للزاوية ثيتا C بالنسبة ل A هي المساحة بين C والA. قديش مساحة بين C والA؟ مثلا هون عندي مساحة موجبة أو مساحتين سالبات ومساحة موجبة، هي قيمة ثيتا سي A. إن شاء الله مع الأمثلة هاي الثيورم. هاي بحكي لي إنه لو أنا رسمت ماس من هون وماس من هون، هاي ثيتا B. هسا بخصوص TAB، TAB بحكي لي هاي vertical deviation of tangent of point A on the elastic curve with respect to the tangent extended from another point can be تساوي المومنت of area under the ME على EI diagram between two points هم A وال B. شايفين الرسم اللي قبل شوي حكيتها؟ مثلا هيك، مثلا هاي ال M على EI، مثلا حكيت لك احسب لي مثلا الثيتا بين ال B وال C، يعني بس هون، بس هون. أنا عشان أوجد الارتفاع هذا، مثلا هذا الارتفاع TB أو TC بالنسبة ل A، شو بيساوي؟ هذا بيساوي المومنت أوف أريا، مومنت دياجرام اللي هو هاي المومنت 10 على EI ولتكن القاعدة 3 متر، تمام؟ بحكي لك هاي هيك، قولها 3، ارتفاعها 10. انا بحسب المومنت حول مين؟ حول السي، دائما حول الحرف الاول سي. ايش بحكي انا هاي مساحتها؟ ايش مساحتها؟ نص 3 في 10. قديش بعدها عن السنترويد؟ هاي الزاوية القائمة بتبعد عن هون 1، السنترويد هاي 1 و 2
هاي القيمة شو هي؟ هاي مثلا PC بالنسبة لـ A، PC أو بالنسبة لـ B مثلا، حسب شو الإشي اللي عندي، حسب شو الإشي اللي عندي. وصلت، وأتمنى تكون وصلت. يعني قيمة الـ PC بالنسبة لـ A عبارة عن المومنت بأريا، شوف المساحة عندي، تقدر المومنت حول النقطة حول الحرف الأول. بدي أحسب الثيتا، فهي المساحة المومنت دايجرام بس، هي يعني هذول. والله خلال الأمثلة اللي راح توضح بالتفصيل. شايف إنه تي اي بي هي بتساوي هاي هايها هون. مثلا تي اي بي بيقول لي هو المومنت للأريا حول النقطة A، يعني دائما حول الحرف الأول. طب كيف تعرف الحرف اللي عندي؟ سهل كثير، سهل كثير. لاحظ هون طب ماس A النقطة B، بالتالي دائما مكان النقطة من ارتفاع النقطة بيكون هو تي بي بالنسبة لمين؟ للمماس الأول. يعني هون نقطة A بالنسبة لأي مماس؟ بالنسبة للمماس الثاني. يعني هون النقطة A أول حرف A، هون النقطة B أول حرف B. بس هون بيقول الخطوات، أول شيء بترسم رياكشن، توجد رياكشن، توجد الأم على إي آي ديجرام، ترسم الإلاستيك كيرف، تطبق المومنت أريا ثيوريم 1 و 2، تخلص حل. يعني هون في عندي مثال، هذا المثال يفضل إني ما أشرحوش هسه، خليه على جنب، أشرح مثال أسهل شوي. مش أسهل، وضعك أسهل، وضعك في قاعدة شاذة. لك عندي سمبل بيم عليه لود منتصف، داره مثلا 10 ومسافة 3 متر، مسافة 3 متر. الرياكشن بيكون عندي 5 5. ترسم له مومنت تشير ديجرام. يلا على السريع مومنت تشير ديجرام، نرسم له مومنت ديجرام. بس اذا ما بتعرف ترسم المومنت انت، ترسم الشير وتحسب مساحات. خلينا نعتبر حالنا ضعف الزيرو. شو بقول لك الشير ديجرام؟ تطلع مع الطالع وتنزل مع النازل. عندي 5 طالعة، تطلع 5 من هون لهون، ما عندي ولا لود اشي بينزلني، يعني ما عندي لا مستطيل ولا مثلث، كل ماشي مستقيم. كان عندي 5 وعندي 10 لتحت، فسالب 5 يعني تنزل 10، بعدين بضل ماشي مستقيم لانه ما عندي لا مثلث ولا مستطيل، بعدين عندي 5 يعني لفوق. اذا هاي القيمة هي 5 سالب 5 سالب 5 0. بعدين ارسم خط المومنت الموجب السالب، نفس الاشي. عندي هون مساحة موجبة، مساحة هاي 5 × 3 = 15، بعدين ناقص 5 × 3 = 15 ويساوي 0. رسمة المومنت ديجرام، رسمة المومنت ديجرام تساوي 15 وعلى المسافة هاي 6 متر. ايش انا بهمني؟ كونه المومنت ديجرام موجب، فالإلاستيك كيرف راح يكون مقعر للأعلى، الإلاستيك كيرف راح يكون هيك. تمام تمام. فهس شو بهمني من الرسمة؟ بهمني من الرسمة الحجم الأصلي، من الرسمة البيم الأصلي، يهمني الإلاستيك كيرف، يهمني المومنت ديجرام. المومنت ديجرام خلص هيو على جنب، هيو على جنب، خلص أسباب برقم على جنب. يهمني يعني المومنت ديجرام هنا اي اي واحدة، خلص ام على اي اي، فالمومنت ديجرام بنفسه الام على اي اي. هاي 15 وهاي مخط منقط عشان أفصل المساحتين، 3 3. طلبت منك عدد قيم، من سميت لك هاي النقطة A النقطة B، قلت لك احسب لي ثيتا A ثيتا B. شو بتعمل عشان تحسب الثيتا؟ بكل بساطة أول خطوة ثم مسات ثم مسات. مماس عند B، هاي مماس
عند A. هاي الزاوية هي ثيتا B بالنسبة ل A. نفس الشيء ثيتا B بالنسبة ل A. مش مهم ترى ثيتا B بالنسبة ل A ولا ثيتا A بالنسبة ل B. بالنهاية الكتاب بتقول إنه ثيتا E A تساوي ثيتا B ثيتا A زائد ثيتا B. فرق معي الزاوية الخارجة عن المثلث بتساوي ثيتا A ثيتا B ثيتا A. ما بتفرق عندي هاي ثيتا A ثيتا B. طموحهم بتساوي الزاوية الخارجة هاي ثيتا B بالنسبة لA شو بتساوي؟ بتساوي مساحة المومنت دياجرام بين البي والA بين هاي وهاي. مساحة المومنت دياجرام كامل. ايش مساحة المومنت دياجرام؟ هذا مثلث وهذا مثلث، نصف في 15 في 3 زائد نصف في 15 في 3، صح ولا لا؟ صح. الثيتا بي اي تساوي الاريا هاي، اريا لهذا اريا لهذا. ايش بتساوي؟ 3 ضرب 15 زائد نص ضرب 3 ضرب 15 تعطيني الزاوية 45. 45 الثيتا بي اي هي 45. كيف تجيب الثيتا اي؟ سهلة سهلة. هسا الارتفاع هذا يساوي لك هذا المثلث هذا شو بده يكون اسمه تي بي بالنسبة ل A، صح ولا لا؟ كله صح. قلت لك عندي هذا المثلث زي هيك مثلا ثيتا A وهاي القاعدة كاملة 6 متر ارتفاع هو تي اي بالنسبة ل A. قلت لك تان ثيتا تساوي تي بي بالنسبة ل A. قل لي والله صح. يعني بستنتج يب تان ثيتا كم؟ انا باخذ تان ثيتا بقول لك لا، عندي قاعدة اسمها سمول انجل ثيوري، هاي بتحكي لي انه تان ثيتا تساوي ساين ثيتا يساوي ثيتا نفسها حالة الراديان. احنا اصلا نحسب ثيتا بي بالنسبة لA ونعوض الناتج بالراديان، الزاوية تكون صغيرة كثير يعني 0.003. عشان هيك تان ثيتا هي نفسها ساين ثيتا وهي نفسها ثيتا. ثيتا A تساوي تي بي بالنسبة لA أمين على 6 على هي الثيتا بي أو هاي الثيتا A. إيش هس بضل علي؟ بضل علي أجيب تي بي بالنسبة لA. بجيب تي بي بالنسبة لA سهلة. قلنا تي بي بالنسبة لA هي الثيورم الثانية اللي هي المومنت أوف إيريا حول بي. المومنت أوف إيريا حول بي نقطة بي نقطة بي. احسب لي المومنت اوف اريا حول البي. احسب لك المومنت اوف اريا حول البي تي بي بالنسبة لA كنت تساوي المومنت اوف اريا حول البي. عندي هاي المساحة 15 في 3 وين تركيزها؟ هاي تركيزها صح؟ هاي 15 في 3 نص 15 3 مين المسافة هاي؟ تأخذ اثنين وهاي تأخذ واحد اثنين زائد نص في 15 في 3 مسافة كم؟ واحد ثلاثة واحد أربعة. هاي هي قيمة بي بالنسبة لي 15 ضرب 3 ضرب 2 زائد نص ضرب 15 ضرب 3 ضرب 4 تطلع معي 135 تي بي بالنسبة لها. إذا ثيتا A تساوي 135 على 6 هي ثيتا A.
هي 35 على 6 تساوي 22 ونص. تجيب ثيتا بي، فيش داعي اطبق مرة ثانية، خلص ما انا مع العلاقة هيها. ثيتا بي بالنسبة لـ A بتساوي ثيتا A زائد ثيتا بي، 45 تساوي ثيتا A كم؟ 22 ونص. ثيتا بي كم؟ مجهولة. ثيتا بي نفس الإشي 22 ونص. هذا أكبر دليل إنه حلي صح. ليش؟ ببساطة قسم بالبي، لود بالمنتصف، اكشن بالمنتصف، مومنت بالمنتصف، كل شيء بالمنتصف، كل شيء متماثل، إذا كل شيء على اليسار بيساوي كل شيء على اليمين. إذا ثيتا A تساوي ثيتا بي، ثيتا A تساوي ثيتا بي، ثيتا A تساوي ثيتا بي. وهذا اللي طلع معي من خلال الحل. كان وجدت قيمة ثيتا، كيف تجيب قيمة دلتا؟ دلتا وين؟ عند A وعند B مبين زيرو، ما في دلتا. طلبت عندك ثيتا هون، دلتا هون. طب أقول لك، أقول لك أنا باخذ مماس فوقي نفس الإشي، ها خلينا نمسح هذول، مماس أفقي، نقطة تقاطع المماسين هاي ثيتا، لو سمي لي هاي سي، ثيتا سي بالنسبة لـ A، ارتفاع هذا هو نفسه دلتا سي، قول لي صح، هو نفسه دلتا سي، دلتا سي هو نفسه، هو نفسه كم؟ مش نفسه، ببساطة لو بدي أجي المثلث عندي، المثلث عندي هذا هذا هيك صح؟ تقول لي صح، هاي القيمة هذا ارتفاع هو تي سي بالنسبة لـ A، تقول لي صح، تي سي بالنسبة لـ A تساوي دلتا سي زائد رقم، دلتا سي زائد رقم صغير هاي الفتحة مثلا، صح ولا لا؟ صح. ببساطة أنا أصلا بعمل هون تربع مثلثات، يعني خلينا نحسب تي سي بالنسبة لـ A، شو بدها تساوي تي سي بالنسبة لـ A؟ خذ هذا المومنت دايجرام هذا، وأخذ المومنت حول الـ C، يعني نص 15 3 1 بس. ليش؟ إنه أنا ماخذ بس هذا المثلث تي سي بالنسبة لـ A، يعني المساحة بين الـ C والـ A، بأخذ لها من المومنت المومنت حول حول C، هيها قيمتها نص في 15 في 3، هي كم؟ 22 ونص. بين نص النص ذيك، نص ال 45 هو بالمنتصف. لو أنا أعمل أصلا تشابه مثلثات بين هذا المثلث هذا المثلث نفسه، إجباري طلع نفسه، طلع سي بالنسبة لـ A 22 ونص. كيف بدي أجيب قيمة الدلتا؟ مثلثات بين هذا المثلث، الجزء الرسمي مش واضح، بجزء الدلتا سي نهاية بس، بس إنه مش مهم. أنا لو عملت شابه مثلثات، مثلثين هذول، مثلث صغير مثلا هذا، مثلث كبير، بقدر أجيب الدلتا سي. الدلتا سي تساوي المفروض، المفروض لو إنه الرسمة صحيحة ومتقنة 100% إنه هذا مثلث. سي بالنسبة لـ A على 3، 3 هاي كفتان ثيتا، أنا بس أتأكد لكم منها، أظن مخربط بالزاوية أو إشي، بعتذر، عرفت الخطأ، عرفت الخطأ. بكل بساطة، بكل بساطة إن شاء الله إنه يمسح، إن شاء الله إنه يمسح. حتى تي سي بالنسبة لـ A صح بس مكانه غلط، هو تي سي بالنسبة لـ A هي المسافة بين المماسين، تي سي بالنسبة لـ A. إذن هذا المثلث اللي ارتفاعه Y، نسميه Y، خلينا نمسح الرسمة من هون، نمسح هاي، نوضحها أكثر، أو خلص نمسح الرسمة كاملة ببساطة على السريع. كان عندي زي هيك، وهذا الإلاستيك كيرف. أنا لما أخذت المماس الأول
كان من A، والمماس الثاني من B، ولو أنا بدي أحسب إيش يعني C بأخذ المماس عند C مثلا، زي هيك بعض مماس، افرض الإلاستيك كيرف هيك. تمام، المسافة بين المماسين c بالنسبة ل a، وهاي المسافة هي دلتا c، بالتالي ارتفاع المثلث هذا ثيتا a صح؟ ثيتا a احنا حسبناها 22.5، ثيتا a بتساوي الارتفاع y هذا على 3. ثيتا A معي 22.5، حسبتها قبل شوي، 22 في نص في 3 بتعطيني قيمة Y، بتعطيني كم؟ 67.5. إذا Y تساوي دلتا C زائد TC بالنسبة ل A، TC بالنسبة ل A طلعته 22.5، إذا دلتا C بتساوي 22.5 y ناقص 22.5 تعطيني 67.5 ناقص 22.5 وبتعطيني 45. إذا دلتا c بتساوي 45 طبعا على اي اي، والثيتات اللي طلعتهم كانوا على اي اي. هذا هو الحل انه انا لما احسب الثيتا بحسبها معادلة طبيعية من المماسات، اما الدلتا بعتمد على الرياضيات، الدلتا بعتمد على الرياضيات. لاحظوا هون المسافة بين المماسين كانت هي تي بالنسبة لـ A، لانه هذا مماس B وهذا مماس A، اما هون هذا مماس C وهذا مماس A، فهي هي تي سي بالنسبة لـ A. هذا اول بارت من المومنت اريا ثيورم، شرحنا السمبل بيم، راح نشرح عن الكنتيليفر بيم بالامثلة الجاي الفيديوهات الجاية إن شاء الله. نعطيكم ألف عافية.